مشاركتي في موازين فرحانة بها بزاف بزاف، لأنها ماشي المشاركة الأولى، هي الرابعة والخامسة. فرحانة أني غنكون مع الجمهور السلاوي والجمهور المغربي اللي يجي من كل أنحاء المغرب، مجدة بزاف ديال المفاجآت إن شاء الله غادي تكون على منصة. نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن ديال كل جمهور. غتكون معي واحد الفنانة سورسين، الأول مرة كنديرها، غادي تغني معي أغنيتي وغتشاركني أغنيتي. هي كانت غنات أغنيتي في واحد البرنامج اللي هو كبير بزاف اللي هو عرب أيدل، وغنات الأغنية الشعبية وعطاتها وزن وسط المشارقة، غنات أغنية شعبية لدرجة أن كل فنانين الموجودين ما فهموش شنو هاد النوعية من الطرب، يعني استغربوا وبقوا كي وصلات الأغنية الشعبية في هذاك المكان. عجبني الحال وقلت لها أجي غنتشاركي معايا أغنيتي في المنصة وتغنيها معايا. بالنسبة للمنتخب أنا البارح بانوا لي كيتقاتلوا، عجبوني بزاف بزاف، بالخصوص مرابط والسيس البارح حمقوني. السيس نقدنا من هدف اللي هو هدف، يعني اعتبروا هدف. يعني الحمد لله كل شيء دراري كلعبوا مزيان، زياش بوفال كل شيء دراري مزيانين، غير هي القتالية شوية يتعلموا من مرابط. أنا بغيتهم غير يشوفوا ذاك مرابط كيفاش يتقاتل، كنحس بالقلب ديالي كيلعب به ملي كيكون كيلعب الكرة بكل صراحة. بان لي البارح كيتقاتل، يعني حنا كنقولوا في الكرة كياكل الكازون هذاك الدري، هذاك الدري كيدخل يلعب كيخلي التوني كيخلي الدم ديالو في هادشي اللي بغيتي. هي الروح كاينه، الروح ديال البلاد كاينه، غير المرابط كيبينها كتبان. لا بصراحه لا، انا كنت وجدت اغنيه للفريق الوداد البيضاوي، حاليا مازال ما هاد المره عاتبت المراه في موكابازا، عاتبت المراه، انا وعاتب الرجل وعاتب المراه. انا كنغني بلسان كل الشباب والشابات، انا ما كنغنيش حاجه اللي هي كتعني ليا بوحدي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.